احنا قلنا انه وين اول محل لنفتح فيه اوتيل ونعمل بصمة عامة على القضية الفلسطينية؟ قلنا منروح على القدس المحتلة، مش الضفة ولا غزة، على القدس المحتلة. فروحنا على القدس، لقينا في هناك شركة باديكو لها فرع جي اي تي، شركة عربية بتعمل استثمارات بالمناطق الفلسطينية المحتلة، احدى طبعا القدس. فقررنا انه نفوت معهم بارتنرشيب ونسوي عندهم اوتيل وسميناه سين جورج لاندمارك. هو كان ثاني اوتيل بنفتتحه خارج المملكة. والاساس الرئيسي من الاوتيل مش بس انه نعمل اوتيل وله بزنس كويس، هو نلاقي فرص عمل، فرص عمل لاهل في لاهل القدس. فلقينا فرص عمل ل 130 واحد من اهل القدس العرب، افتتح له الاوتيل الحمد لله وعم يجيب زباين. وخلص هيك بقدر الواحد لما يروح القدس. ما واجهتكم صعوبات من الاحتلال؟ من شو ما واجهنا صعوبات. احكي لنا شوي بالله عن تجربتكم، كيف قدرت تواجهوا كل هالتحديات وكل هالضغوطات؟ يعني اول شيء حكينا بدنا نوظف بس عرب، هاي اول مواجهه فتنا مع الاحتلال. بعدين قلنا بدنا نجيب اكلنا البندوره واللحمه والول والول كلياته من الضفه ومن اهل العرب، مواجهه ثانيه. الاثاث كلياته من عرب، مواجهه ثالثه. فبنفوت هون يعني انه احنا مش متقبلين الاحتلال، احنا فايتين بدنا نشتغل بالقدس العربيه المحتله ونحاول، ولساتنا يعني مش انه انحلت المشكله. يعني احنا يمكن نخاف، بس الناس اللي ساكنين هناك صار لهم ساكنين بهالورطه 70 80 سنه، الله يعينهم، ومتحملين. فاحنا بدناش نحمل لنا كم من سنه، فبالعكس لازم احنا نساعدهم. يعني احنا بنضلنا نحكي القدس لنا القدس لنا، بس شو الواحد بيعمل ريلي فاكتس اون ذا جراوند؟ ايش بنعمل؟ يعني هدول الشباب اللي عم بيشتغلوا عندنا كانوا بدهم يلاقوا شغل، وين بده يروح يشتغلوا؟ او يهزوا من القدس؟ لا، هاي بنلاقي لكم شغل تعالوا.